أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
لا تحسبنهم بمفازة
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما إن في خلق السماء
الرحيم لو كانت الدنيا تدمل عليها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكن لا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اخي المعز الفاضل، اخي الجليس الوالد، استمعت من ايات البينات قد طلع على مصطفى حضراتكم عالم من عالم كان كريم انا وهو من فاضلة الاستاذ القارئ الدكتور حامد منصور سكوت القطعاني. إدارة الصوت والضوء التي تسعى نفسها في كل مكان وعلى كل لسان. اطلب عميد فراشة البحيرة الحاج ضيف العباسي، الحاج ضيف العباسي المقيم بنجع ابو كريم. اتصالا تليفونيا 03-477-1184. حضرات السادة المعازين الكرام، شكر الله سواكم جميعا والبقاء لله وحده.